وتحية من قلب مدينة غزة الصامدة الجريحة إلى تونس الخضراء التي ما فتئت تقدم الدعم لفلسطين، الدعم المعنوي والدعم المادي. ودائما وأبدا لا ننسى أن تونس كانت وما زالت داعمة للموقف الفلسطيني في مجلس الأمن. نحن نعتز بكم جدا أيها التونسيون، ونهديكم سلاما من مدينة غزة. وهذا واجبنا وسلامنا، سلام حار جدا منا ليكم. سامح المدون، احنا ما نحبوش الليله ممكن نكثروا من جراحكم، لكن كان تعطينا بعض التفاصيل. اليوم شهداء قاعدين يسقطوا في غزه، اخوك الشهيد ان شاء الله تكتب له الشهاده عند ربي سبحانه، تم اغتياله سامح، كيفاش كان ظروف الاغتيال؟ يعني حقيقة بالنسبة لأخي الشهيد محمود، وقد كنت بجانبه لحظة استشهاده، وكنت أقرب إلى القصف منه، لكن الله سبحانه وتعالى قدر لي أن أعيش وقدر له الشهادة، فهنيئا له الشهادة على طريق القدس والأقصى وفي سبيل الله. بالنسبة لمحمود، قصفت الأرض المجاورة لمنزلنا وقصف البيت، و بطبيعة الحال الصواريخ التي قصف بها المكان تزن تقريبا ثلاثة أطنان من المتفجرات. تتحدثين عن منطقة بسيطة جدا، عندما ينزل بها ثلاثة أطنان من المتفجرات فإنها ستحيل المكان إلى ركام بطبيعة الحال. والشظايا الملتهبة التي تطايرت من هذه الصواريخ ومن هذه القنابل التي ألقتها الطائرات الصهيونية، بالتأكيد هذه الشظايا انطلقت نحونا فحرقت منزلي وأصابت رأس أخي، فاستشهد على الفور يعني، وأنا أصبت إصابة طفيفة في قدمي، والحمد لله رب العالمين يعني نحن الآن بخير. وبالتأكيد الفقد يعني والفراق هو موجع جدا، لكننا بكل تأكيد فخورون أن هذا الشهيد هو أخي، وأننا نقدم دمنا من أجل الله سبحانه وتعالى، ثم من أجل هذا الوطن المغتصب، ومن أجل المسجد الأقصى. فنحن نسرج دمانا من أجل إضاءة مصباح أو مصابيح المسجد الأقصى. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا، وأن نكون دائما يعني من أجل فلسطين ومن أجل القدس. بالتأكيد عزيزتي، الوضع الآن في غزة صعب للغاية. الطيران الحربي الصهيوني وكذلك طائرات الاستطلاع لا تغادر أجواء القطاع من شماله إلى جنوبه، وربما يعني وأنا أتحدث معكم على الهاتف الآن قد يحدث انفجار أو قد يحدث قصف قريب، أو يعني المسألة تتحدثين عن مكان، عن منطقة بالكامل أو عن قطاع غزة بالكامل لا يوجد به مكان آمن. يعني المناطق كلها خطيرة، الأطفال مستهدفون، النساء مستهدفات، كبار السن مستهدفون. وبالتالي يعني نحن يعني الصحيح أننا نشتاق إلى الجنان ونسعى إلى الشهادة، لكن الوضع الأمني في قطاع غزة وضع خطير جدا، في ظل بالتأكيد صمت، وفي ظل يعني صمت عربي مطبق عهدناه منذ زمن، لكننا نعتز بهذه الوقفات الرائعة من إخواننا في تونس وفي دول عربية أخرى. هذا الدعم المعنوي والدعم بالكلمة التي ربما يعني لها تأثير قوي علينا، وتدعونا دائما إلى الصمود والاعتزاز بكم. وهذا واجبنا، والقضية الفلسطينية نقول ونعود بأنها قضيتنا، هي قضية الأم، هي القضية الأصل. مرة أخرى تعازينا الحارة في شهادة أخوك محمود محمد المدون. شكرا لك سامح المدون، صحفي ومخرج سينمائي، كنت معنا من غزة.